انا عاوتاني الامير الصغير عاد اليكم من جديد. زيد اخويا قرب، اخويا قرب عندي، قرب عندي، اللهم بارك وزد في ذلك. هاد البيسي اخويا العزيز اللي غنجبدو دابا من اكثر الحواسيب المطلوبه عندنا في المحل. في هاد الفيديو غندير لكم الاخوان واحد لوفر، تسعود الناس الاولين غيتقدو من عندنا غدا ان شاء الله تعالى. تسعود الناس الاولين غياخذوا كيت بلوتوث من شركه ايتيل مجانا مع هذا الحاسوب هذا. قبل ما تسمع المواصفات والثمن، اصلا ثمن مزيان بالنسبه للمواصفات ديالو. فوق من هذا الشيء تسعود الناس الاولين الاخوان اللي تقدموا عندنا غنعطيهم واحد الكيت بلوتوث مجانا. عندي 9 قطع تقريبا 9 ديال البياسه، الثمن ديالها كتسوى تقريبا واحد 150 درهم في السوق. هذه غتاخذها فابور، ولكن عرض صالح غدا وتسعود الناس الاولين. واجي عندي اخويا تشوف الحاسوب ديالنا. جي اخويا تشوف الحاسوب. هانا هانا اللهم بارك، هانا اخويا هانا اللهم بارك. اول حاجه الحاسوب ديالنا الاخوان من شركه ديل. ما كنجيبوش اخويا شي حاجه ما معروفاش. ديل اخويا وما ادراك ما ديل، اللهم بارك. هانا اللهم بارك. بي سي ديالنا الاخوان هو هذا، لاتيتود 72 80 72 70 و 72 80 بحال بحال. عندك المعلم 12.5 بوس كيف ما كتشوف معايا. الحاسوب ديالنا الاخوان من الحلم الصغير الناس اللي عزيز عليهم، حاسوب 12.5 بوس ما عندهمش مع الحجم الكبير، هذا خيار مناسب بالنسبه لهم. 12.5 بوس في الكرون ديالو كيف ما كتشوف، نقى 10 على 10، جميع المنافذ اللي كتحتاج راه فيه كيف ما كتشوف معايا، اللهم بارك وزيد في ذلك. فيه حتى لاكارت سيم كيف ما كتشوف معايا، البور ديال الليزيا حتى هو فيه، داكشي كامل اللي كتحتاج راه عندك، بالاضافه للشاحن ديالو من شركه ديل. ها هو الشاحن ديالو اوريجينال، كنعطيوك مع هذا الشاحن وكنعطيوك حتى ديك الكماله ديالو. دابا لكم فيكراسيون اخويا، هاد الحاسوب الاخوان كيف ما قلت لكم حجم الشاشه كيجينا ب 12.5 بوس، كيجينا بكلافي كيف ما كتشوف معايا كويرتي، وكيجينا بالنسبه للمعالج كيجينا اي 5 سيزيام جينيراسيون، اي 5 سيزيام ماشي كاتريام وماشي تروازيام وماشي سانكيام، اي 5 سيزيام. بالنسبه للديسك دور الاخوان كيجينا ديسك دور 128 اس اس دي، اس اس دي. هاد الحواسيب الاخوان اللي كندوزو لكم في المحل ديالنا، عمرنا غندوزو لكم شي حاسوب يكون ما فيهش الاس اس دي اش دي دي، عمري ما غندير، عمري ما نجيب لك شي حاسوب اش دي دي. كنحرص بجميع الحواسيب اللي كنجيبو لكم الاخوان باش يكونوا اس اس دي، لان الاس اس دي خفيفه بواحد الشكل هو كبير بطبيعه الحال بمقارنه بالثمن. كاين ما احسن، ولكن حنا ديما كنلعبوا على هذه القاعده، يعني ديما الثمن خصو يكون مزيان. دونك قلنا الاخوان 128 جيجا، 128 اس اس دي، 8 جيجا في الرام، 12.5 بوس، اي 5 سيزيام، زائد هذه كيت بلوتوث مجانا، ولكن فقط عندي غير 9 ديال القطع كيف ما كتشوف معايا، زائد الشاحن ديالو، زائد شهر من الكارانتي. الثمن ديالو كيبقى فقط ب 2000 درهم، 2000 درهم تاخذ بها بي سي بهذه المواصفات هادو. شي حاجه الاخوان ناضيه، زعما خيار مناسب، بي سي صغير هو كيف ما كتشوف راه عندي الاخوان ما عنديش بزاف، تقريبا عندي واحد 40 قطعه، شحال اخويا، خمسه، واحد جوج ثلاثه اربعه خمسه، عندي تقريبا واحد 40 قطعه هي اللي عندي. انا كيف ما كتشوف معايا اخويا، انا شوف شوفوا المقا ديالهم كيفاش دايرين، حواسيب راه شي حاجه مزيانه مستورده من اوروبا كيف ما كتشوف معايا انا. ها هما شي حاجه نقيه اللهم بارك. ها هو هما هادو كاملين الاخوان، راه عندي تقريبا واحد 40 واحد اللي غادي يستافد معنا في هذا العرض. ها هما اللهم بارك وزد في ذلك. هانا هانا هادشي اللي كاين. تحيه لكم، تبارك الله عليكم.